رضوان دايما بيبقى ليه اراء مختلفه كمان سواء في السياسه او في الفن، بس انا مؤخرا شايف ليك الحوارات مع الفنانين تخليني اقول ليه ما يعملش برنامج فن بعيد عن اسئلتك حتى كمان جوه الفن، مش مذيع النيوز اللي هو ممكن يكلمني عن اعمالك، تكلم جوه. فكره تعمل برنامج فن ده شايفه ازاي او في خطتك ولا لا اصلا؟ طب هحتاج اعمل برنامج فني ليه؟ ما الحمد لله خلاص ما دام قادر ان انا اعمل التنوع ده في برنامجي الحمد لله، ربنا يعني يكرمنا فيه ويجعله دايما بيلقى استحسان الجمهور. حلقتك مع محمد رمضان كسرت الدنيا، عايز اتكلم، هل انت بتعد لنفسك جزء او بيبقى ليك رؤيه ولا بتعتمد على السكريبت؟ ومش عيب اللي انت الاثنين بتعملهم، بس رامي ايه رؤيته في ده؟ لا ما مش عيب ابدا طبعا، بس هي مدارس بتبقى مختلفه. انا مدرستي الشخصيه بتبقى معتمده على انه فريق الاعداد، لانه ده برنامج قائم على فريق كامل مش رامي رضوان بس، ففريق الاعداد طبعا بيبقى فيه بيقوم في الموضوع مواضيع عامه بقى مش حتى في مجال الفن بس، بنقعد مع بعض بنقترح مقترحات، بسمع مقترحاتهم، انما في اعداد الجزء الاخير ما قبل الحلقه وهطلع ايه هو بقى، لا مش هديك بقى سر الصنعه بقى، بس انا بعد بنفسي حلقات زي محمد رمضان او ياسر جلال او نجوم كبار زي كده. انت انت وجهه نظرك بتبقى المعده المسؤوله عن مجال او مجال الفن بتحضر شغلها خلاص وبتقدمه لي كمقترح، وانا بعمل الريسيرش بتاعي وبذاكر لوحدي الاول، وبعدين اخد الحلو من هنا على الحلو من هنا عشان ربنا يكرمنا بقى وتطلع فخره حلو. امتى هتستضيف بنتك؟ احنا عايزين نبارك لها ونبارك لك دلوقتي، بس امتى هتستضيفها؟ لا ده هيبقى لقاء صعب قوي. لا يعني صعب ان انا استضيف بنتي، هبقى مش عارف اسالها في ايه، هبقى خايف في كل كلمه هي بتقولها عشان ما يحصلش باك فاير، وانت عارف السوشيال ميديا بتعمل ايه، فلا انا مش هطلعها خالص في الاعلام، ما تعملش حسابك انت هتستضيفها قريب. بيبقى ليك يعني لما تظهر على التلفزيون بيبقى ليك كومنتات معينه او حاجه ولا يعني لما هي تظهر لما تظهر يمكن عايزين نبارك لها برضو اخر حاجه طالعه هي مع دنيا، ونبارك لدنيا برضو، بس بيبقى ليك كومنتات معينه ليها كاب بعيد عن رامي المذيع يعني. لا يعني كومنتاتي كاب من الناحيه التربويه، انما من الناحيه الفنيه بسيبها لمامتها طبعا، هي خبره اكتر مني. انت بتقول حتى السوشيال ميديا ليها اوقات هجوم كبير، لما حصل فكره ان هم يعني يتكلموا عنها انت استقبلت الموضوع ده ازاي؟ هقول لك استقبلته ازاي. لما تكون قاعد في بيتك وتلاقي صرصار معدي بيعكر مزاجك، لا بس بتدوس عليه او تتجاهله تسيبه يروح لحاله، فانا تجاهلت، انما الموضوع لقيت الناس عماله تتكلم عليه وبتاعه، وفي مره سئلت عنه فقلت يعني انا شفت التعليقات ولا فرق معايا، انا بنتي احلى واحده في الدنيا في عينيا وعين مامتها، والحمد لله دلوقتي يعني بعد ما بالصدفه والموضوع ده في ناس بتقول لك ايه ده خلوها تظهر عشان ملوش اي علاقه خالص، لان ده ما كانش مرتب اصلا يعني، جت بمحض الصدفه بشكل او باخر، انما الحمد لله رد فعل الناس. اتاثرت اكتر منك خالص؟ بص ما دام احنا في زمن السوشيال ميديا اللي جزء منه حميد وجزء منه خبيث، هنعمل حسابنا ان هنشوف الحاجات دي مش هنتضايق منها. ليه؟ لانه يعني خلاص الحمد لله فضل ونعم عند ربنا، هتبص على الجزء اللي الناس اللي عنده تعليق بينتقدك في شيء بيقولك انت غلطت هنا او عملت ده، احطه فوق راسي من فوق جدا، زيه زي اللي بيشيد باللي انا بعمله، انما اللي هيجي يقولك مثلا شكلك وحش، دي خلقه ربنا يا سيدي وده ذوقك خلاص انت حر فيه، هتضايق ليه؟ عادي. اخر حاجه مش عايز اطول عليك، معلش مش بشوفك كتير، اخر حاجه مش عايز اطول عليك، اللقاء اللي انت عملته انت ودنيا الناس كتير يعني حبوه وقد ايه مدى عفويته، هل ده كان في سكريبت برضه ولا ده كان سكريبت مكتوب في البيت؟ انا قلت قبل انت كاتبه؟ لا والله انا قلت قبل كده وهرجع اقولها تاني، قبل ما انزل قلت لها دنيا انا هبقى عشان الانترفيوز وكده هتحبي، فايه لا بلاش، فاحنا اتفقنا ان هي مش هنعمل الانترفيو اصلا، انما وهي معديه جت عدت سلمت عليا، وبعدين قالت لي لو عايز نعمل انترفيو يلا، قلت لها والله ماي بليجر يلا اقعدي، فلكن مرتبين اسئله ولا هنتكلم في ايه ولا هنقول ايه، لان اصلا ما كناش هنعمل اللقاء ده، بس فهو كان عفوي جدا. شكرا جدا، نورت. شكرا كريم، شكرا ليك.